Good day my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ تتذكروا بالحلقة الماضية من مادة العلوم أخذنا عن الجهاز الهضمي. أخذنا إنه في أشياء منكلها وفي أشياء منشربها بتفيدنا وفي أشياء ما بتفيدنا. قلنا كمان إنه بقلب معدتنا ممكن الأكل يبقى حوالي 4 لـ5 ساعات، بس في أكل بيبقى أكتر من أكل لأنه بيكون بده وقت أكتر لحتى يصير شقف صغيرة حتى ينهضم. تعالوا شوفوا شو عندي على الطاولة. أنا هون رح جرب قص هودي الأكل اللي عندي لشقف صغيرة. عندي أنا ميت وعندي اللاتس. أيها أولكن رح تاخد وقت أكتر؟ تعالوا نجرب مع بعض. أنا بدي جرب قصهم بإيدي مثل ما بنعمل بتمنا. أول شي عندي اللاتس، إذا بلشت قصة عايروا الوقت. أنا عم قصها، خلصت نصها ورح خلص كلها. شفتوا قدي صارت صغيرة؟ كمل بعد، طلعوا صاروا شقف صغار. وإذا بدي قصهم بعد فيي كمان قصهم هيك، صاروا شقف صغار. شفتوا شو كانت سريعة؟ تعوا جرب أعملها مع الميت مع اللحمة. إذا حطيتها هون وبدي بلش قصة، وطلعوا شو عم تاخد معي وقت زيادة. رح أقسمها بالنص، هيدي آخر شقفة بخدها. رح كمل الباقي بعدين لأنه عم تاخد كتير وقت. طلعوا بدي جرب صغرهم قد ما فيي. شو رأيكم أيها رح تاخد وقت أكتر؟ لا تسأل الميت؟ أكيد الميت. طلع بعد عم جرب قص فيها وحتى بعدني ما قصيتها كلها. طلعوا بعد عندي بارت كبير منها. طلعوا الفرق، الميت بعدهم كمان كبار، بعد بدهم وقت أكتر لحتى ينقصوا، بينما الخس نقصوا بطريقة سريعة وهينة. كمان بقلب معدتنا في مأكولات بنهضمه بسرعة، في مأكولات بياخدوا وقت أكتر، كرمال هيك بيبقوا بمعدتنا أكتر حتى ينهضموا ويصيروا شقف صغيرة مثل الميت. أصدقائي خليكم معنا بحلقتنا اليوم، لأنه من بعد ما عملنا مراجعة للجهاز الهضمي بدنا نبلش نتعرف على الجهاز التنفسي. خليكم معنا، أنا برجع لكم بعد شوي. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It breaks down food to give you nutrition. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It starts first in your mouth. You chew, chew, chew all the food, food, food. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It passes through your esophagus. Swallow, swallow, swallow. Squeeze it all in the esophagus. Then it lands into your stomach. Swish, swish, swish. Journey, journey, journey down your stomach. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. Then it passes through your intestine. Squeeze, 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 it's really, really long. Squeeze, 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 it is digestion. Digestion, digestion, digestion. أصدقائي اليوم رح نتعلم مع بعض عن الجهاز التنفسي. لما أنا أتنفس الهواء وبرجع بطلع الهواء وقفوا مثلي، وقفوا قدام التي في وبلشوا تنفسوا. إنهيل وإكسهيل. لما نروح عند الطبيب بده يفحصنا
بيقلنا خدوا نفس عميق بعدين فضوا النفس. شي مرة فكرتوا أصدقائي ليش مهم نحن نتنفس؟ ليه منموت إذا ما تنفسنا؟ ولا شو نحن بحاجة؟ قدي مهم جهاز التنفسي؟ تعوا شوفوا مع بعض صديقي زياد، تعوا نتعرف مع بعض على الأعضاء يلي دخلها بالجهاز التنفسي. أول شي نحن لما ناخد نفس منين بناخده؟ بناخده from our nose. We inhale from our nose، يعني منتنفس من منخارنا، من الأنف. أول شي عندي الأنف، ممكن نتنفس من الأنف وممكن كمان من التم. فإذن أول شي فوت الهواء، شوفوا أنا حطوا إيدكم هون وشوفوا شو اللي بيتحرك لما تتنفسوا. يلا عبوا هواء، اكسهيل. شفتوا الفرق؟ فات الهواء وصل على لونجز. معقول بيفوت دغري من المنخار وبيوصل على اللونجز على الرئتين؟ لا، في عنا الويند بايب مثل الاسوفاكس اللي اخذناه من قبل يلي بفوت الاكل من التم على المعدة. عنا الويند بايب بتفوت الهواء من المنخار على الرئتين يلي هن موجودين هون. هيدي عندي اول وحده وثاني وحده، والويند بايب بفوت من المنخار بيوصل الهواء على اللونجز. فاذا I have my left lung and I have my right lung، وهيدا الهارت موجود هون رح نزله. فاذا how many lungs do I have؟ انا عندي رئتين، two lungs. This is the right lung, this is the left lung. بكونوا موجودين بالشكل التالي. لما انا اخذ نفس inhale بفوت from my nose, it goes through the wind pipe، يعني القصبة الهوائية يلي بتربط النوز باللونجز، بعدين بفوت على اللونجز. بس أصدقائي ليش مهم إنه نتنفس؟ طيب شو الفرق بين الهواء يلي عم بتنفسه والهواء يلي عم بيطلعه؟ الهواء يلي عم بتنفسه بيكون هواء نظيف، يعني أنا بفوت أكسجين، فوتت أكسجين، ولما طلعت الهواء طلعت الهواء الوسخ من جسمي. لما اتنفس بفوت الأكسجين بالهواء وبيعطي أكسجين لكل أعضاء جسمي. انتو بتعرفوا إنه كل عضو بجسمنا بحاجة للأكسجين حتى نعيش؟ ناخد الأكسجين من الهواء بفوت على جسمنا، وبعدين لما ياخد الأكسجين ويصير ما بقى في أكسجين، في هواء وسخ طلعوا من تمي. فإذا التنفس بيساعدنا نفوت أكسجين. طيب ركزوا معي شوي، أنا هلأ عم بتنفس، طلعوا فيي منيح. إنهيل إكسهيل إنهيل إكسهيل. أنا هلأ مرتاحة عم بتنفس. إذا بلشت أركض وبلشت أتحرك وحرك جسمي وأسرع أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، بتحسوا إنه بلش نفسكم يصير أسرع، بتصيروا هيك لما تركضوا مش هيك بتصيروا تتنفسوا؟ ليه منصير نتنفس أسرع؟ لأنه جسمنا بيكون عم يصرف إنرجي أكتر، بيكون عم يصرف أكسجين أكتر، بيكون بحاجة لأكسجين أكتر. لما بدنا أكسجين بصير بدنا نتنفس أسرع، عم فوت أكسجين أكتر. بينما إذا أنا جسمي مرتاح وما عم يستخدم كتير أكسجين بتنفس على مهلة. شفتوا ليه لما نكون عم نركض ونعمل سبورتس بنصير نتنفس بطريقة أسرع؟ بس هيدا الشيء صحي، لأنه كل ما تنفسنا أسرع كل ما فات أكسجين على جسمنا أكتر، وكل ما وصل هيدا الأكسجين على أعضاء جسمنا. فإذا ليه نحن بنتنفس؟ لأنه جسمنا بحاجة للأكسجين. وشو هن الأورجنز الأهم شيء بالريسبيراتوري سيستم، يعني بالجهاز التنفسي؟ رح اكتبهم على اللوح. The respiratory the
the respiratory system. عندي بالأول the nose, الأنف, the nose. عندي the wind pipe, يعني القصبة الهوائية. بيرجع عندي the lungs, the right lung and the left lung. فإذا قولون من وراي the nose, حطوا إيدكم, the nose, the windpipe هو شو؟ القصبة الهوائية يلي بتفوت الأكسجين أو الهواء من nose بتوصله على lungs. عندي the right lung and the left lung وكلهم مهمين. إذا أنا ما عندي nose كيف بيفوت الهواء على جسمي؟ وإذا ما عندي left lung معقول تلحق the right lung لحاله؟ وإذا ما عندي windpipe كيف بيوصل الهواء من my nose to my lungs؟ كلون هودي مهمين. ما تنسوا نحن منتنفس حتى نفوت أكسجين على جسمنا, وبلا أكسجين ما فينا نعيش وما فيهم أعضاء جسمنا يشتغلوا. فإذا عندي the nose, the windpipe, the right lung and the left lung. ما تنسون, خلونا هلأ نحضر فيديو مع بعض وأنا برجع لكم بعد شوي. The respiratory system breathing is necessary for life. Why? Your body needs oxygen. The respiratory system brings fresh air filled with oxygen through your nose and mouth, down your windpipe and into your lungs. The lungs let the fresh air into your body and collect the used up air and push it out of your body when you breathe out. Smoking is unhealthy. It can damage your lungs and it causes many diseases. أصدقائي, شي مرة جربتوا تلعبوا بالرولر كوستر يلي هي السفينة الدوارة يلي بتبرم وبتبرم وبتبرم؟ أنا هون عندي رولر كوستر, طلعوا ورح استخدمها لفرجيكم ليه مهم نتنفس أكسجين ووين بيروح الأكسجين. هيدي الرولر كوستر بدي استخدمها حتى أعمل the respiratory system. بالأول رح لزقها, رح حطها على الكرتونة, منظبطها جالسة ورح اكتب عليها the respiratory system. The respiratory system يعني الجهاز التنفسي. أهم شيء عندي, طلعوا شو عندي على هيدي الورقة. I have the lungs. أنا من شو بيتألف respiratory system؟ The nose, عندي the windpipe وعندي the lungs. The lungs هن اللي بيفوتوا الهواء النظيف, بيرجعوا بيطلعوا الهواء الوسخ. رح حط the lungs أنا بأول اللعبة, بأول roller coaster. بلزقها هون اللونجز, لونجز موجودين. فإذا أول شيء شو عندي؟ لونجز. أنا عندي سيارات, هن رح يكونوا عم يمشوا على الرولر كوستر. I have a green car,
and a blue car. Blue car هي اللي بتحمل oxygen. The green car هي اللي بتحمل the dirty air. يعني الهواء يلي مش نظيف يلي ما فيه أكسجين. فإذا the blue car شو هي؟ أكسجين. the green car dirty air. أكسجين dirty air. أول شيء لما يطلع من اللانجز شو بيطلع؟ بيطلع الكار محمل بأكسجين أو dirty air. شو فوتنا نحنا؟ فوتنا أكسجين. فإذا بدي استخدم أنا the blue car يلي هي فيها أكسجين، أول شي طلعت من اللانجز وطلعت عم تمشي على رولر كوستر، بتوصل الأكسجين على أول أورجن، على أول عضو عنا، رح نحط الهارت. نحنا قلنا إنه كل عضو بجسمنا بحاجة لأكسجين، وبلا أكسجين ما فينا نعيش، بيموتوا الأورجنز. أول شي رح حط the heart. حطيته حد الكار. فإذا مشت السيارة وعطت للهارت أكسجين، شو أخذت منه؟ أخذت منه dirty air، يعني الهواء يلي ما فيه أكسجين. فإذا طلعت لونها green لأنه أخذت the dirty air. هيدي السيارة طلعت من الهارت لونها جرين، بس مش كل السيارات جرين. بعد في سيارات فيهم أكسجين، منحط حد سيارة فيها أكسجين، ترجع بتوصل على أورجن تاني عند البرين. البرين يعني الدماغ، رح حطه هون. وكمان the brain مثل الهارت لشو بحاجة؟ بحاجة لأكسجين، لأنه بلا أكسجين بيموتوا أعضائنا ومنموت نحنا، ما فيهم يشتغلوا ولا فينا نعيش. رح حط البرين، بس خليني أقصه بالأول. حتى يساع على الرولر كوستر. فإذا رح لزق البرين بالشكل التالي. فإذا صار عندي أنا a green car and a blue car. نحن قلنا البلو هي يلي عندها أكسجين، الجرين يلي أخذت الديرتي اير من الهارت، بس بعد عندي أكسجين بفوت بيعطي الأكسجين اللي عنده للبرين. منكمل كمان. هلأ طلعت البلو كار تحمل الديرتي اير، ورح تصير هلأ green تطلع كمل طريقة. فإذا شو صار؟ أول شيء كان عندنا من اللانجز فوت أكسجين وعطى الكارز. كان عندنا بلو كار لما فاتت على الهارت عطته أكسجين، أخذت ديرتي إير صارت جرين. بس بقي عندي كمان بلو كار مع أكسجين عطت الأورجن الثاني يلي هو the brain. بعد عندي أورجن رح حطه على الرولر كوستر. intestine the large intestine كمان بده أكسجين، كل عضو بجسمنا بده أكسجين. رح حطه على الرولر كوستر. رح قصه شوي من هون. فإذا قصيتها لأنه بدي سيع الكار، رح حط حدا. بعد عندي أنا بلو كار فيها أكسجين، بحطها قبل الانتستن أو بعده؟ قبله، لأنه رح توصل لعند الانتستن وتعطيه أكسجين. وشو بتطلع؟ لما تعطيه الأكسجين رح تاخد الديرتي إير وتطلع لونها جرين. هون الجرين كار بدها تكمل طريقة ترجع لبرا. لوين بتروح الجرين كار؟ وين بدها تروح تفضي الديرتي اير وتاخد أكسجين؟ بترجع على اللونجز.
Excellent. فإذا طلعوا أصدقائي، أول شيء عندي the lungs، رح أكتب تحتهم lungs. فوتوا oxygen وطلعوا dirty air. فإذا فات الأكسجين مع أول سيارة بلو، هذه السيارة محملة أكسجين. نحن قلنا إنه كل عضو بجسمنا بحاجة للأكسجين وبيطلع dirty air. فوت الأكسجين وعطى للهارت، بعدين الهارت طلع dirty air. سيارة الجرين محملة dirty air، أما هيدي فبعد فيها أكسجين. بتفوت، مين عطت هون؟ عطت البرين ورجعت طلعت dirty air. وصلت. بعد عنا هيدي السيارة محملة أكسجين، فاتت وعطت الانتستن ورجعت طلعت محملة dirty air. هلأ وين بدنا نروح نفضي dirty air؟ بدنا نفضيه باللونجز حتى يطلع لبرا، ناخد محله أكسجين. فإذا شفتوا كيف بتصير the respiratory system؟ تعرفوا كيف بتصير عملية التنفس؟ هلأ في عندي the nose، عندي the windpipe، وعندي the two lungs، the right and the left lung. وليه مهم إنه نتنفس على طول؟ لأنه إذا ما تنفسنا ما بيفوت أكسجين على جسمنا، وكل عضو بجسمنا بحاجة لأكسجين. ما تنسوا، تعالوا نشوف على اللوح كيف منكتب the organs. عندي the respiratory system، the nose، الأنف، the windpipe. انتبهوا، نكتبها كلمة واحدة مع بعضها، the windpipe، the right lung and the left lung. وإذا أنا هلأ بلشت أركض بسرعة 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 بسرعة، شو بصير أعمل؟ بصير أتنفس أسرع، لأنه جسمي معناتها بحاجة لأكسجين أكتر، وكل ما أخذ جسمي أكسجين أكتر كل ما أحسن، وكل ما هيدا الشيء صحي أكتر. كرمال هيك لازم كلنا نعمل سبورتس ونتمرن، we have to exercise، لأنه لما نعمل سبورتس ونتمرن بيصير جسمنا يفوت أكسجين أكتر، بيصيروا أعضائنا ياخدوا أكسجين أكتر، وهيدا الشيء صحي لإلنا. أصدقائي ما تنسوا شو تعلمنا بهيدي الحلقة، the respiratory system، inhale exhale، the nose، the windpipe، the lungs، the right lung and the left lung. ودايما دايما لازم نتمرن كتير، لأنه هيدا الشيء بفوت لنا أكسجين أكتر على جسمنا. كل شيء درسناه عملوا له مراجعة، وما تنسوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. أنا بودعكم، بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. The respiratory system. Breathing is necessary for life. Why? Your body needs oxygen. The respiratory system brings fresh air filled with oxygen through your nose and mouth, down your windpipe, and into your lungs. The lungs let the fresh air into your body and collect the used up air and push it out of your body when you breathe out. Smoking is unhealthy. It can damage your lungs and it causes many diseases.